عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حذر الله سبحانه وتعالى المكذبين بالدين من تماديهم في غيهم ببيان أعمالهم أن أعمالهم محصاة عليهم، فقد وكل سبحانه وتعالى بهم ملائكة حفظة. عمار دعيله. قبل تكذبون بالدين، يقول سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، يعني ما عنكم لا وعي ولا إدراك، وكل هذه الآيات التي مرت معكم ما لكم هون وتكذبون بالدين. هذا الكلام لمن كانوا مكذبين بالدين، أما هل منا من يكذب بالدين؟ إذن الآيات ليست لنا، الآيات لهون، نحن ما مكذب بالدين. في أحد منكم يكذب بالدين يقول أن الدين لا أصل له؟ في أحد منكم يرفع أصبعته؟ طيب، المكذب بالدين من هو؟ مين منكم بشكل دائم إذا كان
أذن الظهر وعم بمسح البيت بس لكمل البلور، بس لكمل التريا، بس لكمل مسح الباب، بعدين بصلي. مين منكم بيعملها يرفع اصبعته بس لتخلص الطبخه بصلي؟ اليس تاخير الصلاه عن وقتها تكذيب في الدين؟ الايات إلنا او الايات لزمان هون. فهذا الآيات لزمان هون، فنحن من علاقة بالآيات؟ وإذا كانوا الآيات إلنا، في حدا منكم بيكذب بالدين؟ سئلت سؤال قبل ما أجي على الدرس، قال: أليس الله عادل؟ قلت لهم: الله عادل وينتقم من الظالم ويؤدي للمظلوم حقه. قال: إن احنا ندعي على الظالم، ليش إذا دعينا على الظالم الله ما عم ينتقم وبياخذ حقه؟ شو الدعوة على الظالم؟ إن شاء الله بشوف في يوم أسود، إن شاء الله بفش قلبي فيه، بشوفه يوم قتيل. فمعناها انتوا عم تاخذوا الحق اللي إلكن واكثر منه. اما لو كنتوا فعلا مظلومين كنتوا بتسلموا الامر لصاحب الامر. فعاملين حالكم انتوا بدكم تاخذوا حقكم بايدكم وبتقولوا انه الله ما عم بيعطينا حقنا؟ هذا كلام ما مقبول. ألستم أنتم الظلام أبتدوا عليه؟ إنسان أكل حقي، بدي أخذ حقي بإيدي أنا، بدي عليه أنه يا ربي تبليه بلوى يحتار فيها عشان أخذ حقي. فكأني أنا قلت له: يا ربي أنت لا تتدخل بيني وبينه، وأنا بدي أخذ حقي بإيدي. فمندعي على الظالم ومنقول الله عم يمد له. أليس هذا تكذيب في الدين؟ ومعظمنا وقع به. أنا إلي حق عند الناس وأكلوا حقي عيانا، أخذت مبلغ من إنسان كتبت له وصل، المبلغ عبارة عن 15 ليرة سوري، أعطيته وصل، جبت له إياهم بعد كم يوم، تدعطيني الوصل. قال لي: الوصل مو واصل لإيدي. خلاص مو بيناتنا نحن. غابني 7 سنوات جاب لي الوصل. قلت له: بتتذكر اني انا عطيتك المبلغ قلت لي الوصل مو واصل لإيدي؟ قال لي: هاي الوصل بتعطيني مصاري، تفضل. أعطيته إياه. ظلمني لما ما ظلمني.
أنا قلت له سامحتك، أبا لي حق، أنا سامحت بحقي. فشفت في يوم ما حلو، فقلت له يا ربي دخيلك تفرج عنه. وقع المسكين بعيني، شفت له يا ربي دخيلك تفرج عنه. ما انتصرت لنفسي ولا فكرت انه بدي اخذ حقي بايدي، فاللي بيفكر ياخذ حقه بايده بالدعاوي اليس هو الظالم؟ اليس هذا مكذب بالدين؟ رب العالمين أمر المرأة بالحجاب، تطلع البرندة لتنشر الغسيل نصكم وبدون حجاب، على أساس في بيتها هي قاعدة بالبرندة، مين ما شبها هي قاعدة ببيتها، أليس هذا تكذيب في الدين؟ اللي عم بحكي أنا من واقع الحياة أو عم بحكي كلام ما عم بيصير؟ أنا بعيني شايفه. وحكيت لبعض الجيران يحكوا له إنه يعني أنت عم تطلعي البرندة هيك وأنت تلبسي ملاية، وين صفية الملاية قدام بالبرندة؟ نصكم بدون غطاء بنوب؟ قال هي قاعدة ببيتها. واحد بده يخطب، في واحدة بتجي على الدرس هي وبنتها بالمنديل، أنا ما بعرف صورة وجههم، بده واحدة متدينة متدينة، قلنا له دلينا على بيتها، راح مجرد ما فات استأذن أتذكر عنده موعد وراح. شو الخاطب؟ لا قعدوا وياها ولا حكوا وياها ولا. ثاني يوم اجى لعندي قال لي اذا كان هيك الدين بدي جماعه يكون ما فيهم دين. احكي لنا شو صار. البنت اللي بتطلع بالمنديل مغطى وشها، حط إشارة هيك بنص راسها ونص فخذها مبين وصدرها مبين، قال لي لسه ما صار شيء، كشفوا عن كل شيء، بقى إذا هلا من أول الطريق هيك بالأخير شلون؟ بعثت ورا الأم والبنت اجوا، لك شلون هيك بتعملوا؟ قال والله أمي قالت لي إنه كشفي له مشان لحتى تغري وتعلق السنارة. هدول ما مكذبين بالدين؟ ظاهرا حاطين منديل إنه نحن ما نرجو وشنا لحدا، والحقيقة واحد قلت له لك هذا عمك، ما بزور عمك؟ قال لي اسمح لي اني ما زور عمي. ف
في أسباب لك احكي لي. قال لي بنات عمي لما بفوت على البيت كأني أنا عريس إلهم كلهم. إيه ابن عمنا معلش ابن عمك بجوز بيني قدامه سواء بدون حجاب أو بنص كم أو أليس هذا تكذيب في الدين؟ إذا قلت لكم عدد من الفتيات بتحب ابن عمها إيه ما بيجوز لك هذا؟ ويا ما بيجوا لعندي بدهم ياخذوا فتوى انه معلش يجوزون لبعضهم. لك الشرع حرم. بنات اخي بنات اخي مثل اولادي ما بعرف لون شعر وحده منهن. لأنه لا هن عندهم هالهدف ولا أنا عندي هالهدف. هدول دين وهدول دين. بل تكذبون بالدين. في بيناتكم مكذب بالدين على هذه المستويات؟ واحد إجاني من كم يوم قال لي أنا مضطر جيب أمي وأختي لعندك. طيب قلت له الأحد الساعة 10 دا تليفون اليوم قال أنا على موعد مع الشيخ اجي هلا الساعة 10:30. سألوني تنجي لل11:30 لا أجا. أليس هذا تكذيب في الدين؟ قديش أنتم في مواعيد تخلفوها وعلى أساس أنه ما استطعنا قبل ما أعطي الوعد؟ واحد قال لي تليفون قال لي بدي اروح انا وياك مشوار مضطر وعاوزك ضروري. طيب اتفقنا الساعة 9 بلاقيني على الباب. لبست ونزلت الساعة 9 كنت انا على الباب متفق انا وياه على الدرجات. بقيت عبحوس والمطر نزلت علي من ساعة 9 لساعة 11. أنا مليت طلعت على البيت أنا عبشلاح قلت له هلأ بيجي ها أنا عم بشلح أواعيي دق الباب. إذا أنا أردت أعامله قل له أنا ما عاد أحسن روح معك هلا صار الساعة 11 وربع 11 وثلث إمتى بدي أروح إمتى بدي أجي؟ ما بصير أنا ما بروح بلاك بدي أروح أنا وياك. والمشوار لوين؟ بده يشتري بيت وأنا بعرف صاحب البيت من شان ينزل له مبلغ بده ياخذني بهالليل. رحت معه رجعنا الساعة 1 بالليل. هذا ما ظلمني؟
هذا مو تكذيب في الدين؟ بيناتكم الذي يصدق في الوعد على مبدأ، حكيت لكم مرة أحد المسؤولين بالأوقاف عزم شيخنا على فطور الصبح، وعلى أساس الفطور الساعة 7، وقال لي بشرط أنت بتجيب الفولات. الساعة 6 شيخنا بعت وراي، نعم سيدي. قال لي جبت الفولات؟ قلت له نعم. قال لي جهز السيارة لنمشي. بكير. قال لي ابني ما بتعرف الواحد شو بيصير معه على الطريق. الوعد 7. مشينا على مهلنا وصلنا لهنيك 7 إلا 7 دقائق. قال لي ابني انت خذ الفولة توصل له يا هون، ولا تقول له انا هون، انا ما بجي الا على الوعد. دقيت عليه الباب، طلع هو بالذات، أخذ الفولات حطهم بالبيت جوا، رجع قال لي وين الشيخ؟ قلت له الشيخ ما بيجيب لأنه باقي 7 دقائق. قال لي نحن بيناتنا 7 دقائق، وينه؟ الشيخ قال لي لا تقول له. قلت له أنا نزلني بهديك الحارة وما بعرف هو هنيك أو مو هنيك. راح شافه قال له تفضل في محل على باب البيت تحط السيارة. لما فتنا قعدنا بالبيت قال له أنا بجي على الوعد الدقيقة، بخاف اجي قبل الوقت كون مكذب بالدين، او بعد الوعد كون انا مكذب بالدين. يا ترى كان شيخنا مصدق بالدين؟ مين فيكم بكذب بالدين؟ ارفع لنا اصبعته بهالحارة. بهالحارة في حدا بيكذب بالدين؟ ما بيجي على الوعد؟ معظمنا واقع في هذا المرض، لكن ما عم نسترجي نرفع اصبعتنا، نخشى الناس ولا نخشى رب الناس. أليس هذا المرض وقعنا به؟ نخشى الناس ولا نخشى رب الناس، ورب الناس يرعانا وينظر إلينا. فنحن نسير في رعاية الله وفي حفظ الله. كلكم يا ترى عندكم هذا اليقين بأنه مشيكم على الأرض برعاية الله أو بقدرتكم وعضلاتكم؟ أو بقوتكم؟ كلا بل تكذبون بالدين. إذا سكرت إيدي وقلت له لولد تعخد بإيدي ما في شيء، شو بكون؟ كذاب. مثل هالكذبة بتكذبوها على أولادكم قديش؟
ماما تعال أعطيك، تعال خذ. ما بدها تعطيه بتجيبه لعندها مشان تشد له أذنه. أليس هذا تكذيب بالدين؟ كلا بل تكذبون بالدين. ولا تنسوا وإن عليكم لحافظين. وين الحافظين؟ كراما كاتبين. وين قاعدين؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل حركة وكل سكنة عم تساويها أيها الإنسان أو أيتها الإنسانة، وملكان على اليمين واليسار أو على اليمين والشمال عم يسجدوا عليك نظرات وحركات كلمات وأفعال، وغدا ستعرض عليك شئت أم أبيت. والتسجيل على كاميرات خفية، صوت وصورة. طيب هاي الكاميرات الخفية إمتى بنشوفها؟ قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا على عرض الحيط. شاشة السينما يعني قد تكون 4 أمتار ب3 أمتار، هون الشاشة تبعكم قد تكون 40 متر ب50 متر، كبيرة عشان تبين الصورة كبيرة. اقرأ كتابك. لما عم تشوف صورتك وكلامك وأعمالك ونواياك عم تظهر على الشاشة، تحسن تقول أنا هذا ما سويته؟ اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما بدك مين يحاسبك؟ بكفيك إنك تشوف أنت بنفسك اليوم. وكل منكم سيعرض عليه العرض الذي يسود الوجه والذي يبيض الوجه. منذ بلغت حتى تموت، منذ البلوغ حتى الموت، مين منكم إذا شاف أعماله ترفع الرأس وتبيض الوجه؟ واحدة ملتزمة بالدرس خطبت جوزت، طالما وجد الرجال ما عاد في درس ولا عاد في جامع ولا عاد في ولا عاد في ولا عاد في، تركنا الكل لانه اجى الرجال. الغايه من الدرس يجي الرجال، اجى الرجال. فالحكيم العليم بيقول لك ما فيكم ذوق، شو عملنا احنا؟ جوزنا. الزواج
شغلكن عن بيت الله، راح نفصلكن عن بعض لتذوقوا آلام الفراق كما شغلكم هواء الحب والغرام عن باب الله عز وجل. بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحركات والسكنات تتسجل عليكم وغدا سترونها بأم أعينكم. ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حذر الله سبحانه وتعالى المكذبين في الدين، المكذبين بالدين في تماديهم، في غيهم، ببيان أن أعمالهم محصاة عليهم، فقد وكل الله سبحانه وتعالى بهم ملائكة حفظة، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة. القاهر القادر العليم الخبير. ترى كل ما أفعله هو عليم خبير؟ لا، بل ما يخطر على قلبه هو به خبير. خاطر اجت جارتي لعندي ضيعتني نص ساعة من الوقت، ضمرت انه تاني مرة بتناوي عليها من الناظر ما بتفتح الباب. فالله مطلع على هذا الخاطر، فإن شغلتك في غير الله إلك الحق. أما كل الجلسة يعني تحكي لك على الصلاة وهني ما بيصلوا شو عذابهم وهني بيصلوا شو لهم أجر، كانت داعية تدعيك إلى الله وما بدك اياها لانها تدعو الى الله، فعليك وزر، وسترين امامك غدا الاجر والوزر. وهو القاهر فوق عباده، القادر العليم الخبير. ويرسل عليكم حفظه. من منكم على قناعة بأنه شكر الله على ما أنعم وتفضل حق الشكر الذي هو على يقين بأنه شكر الله حق الشكر؟ يرفعنا أصبعته لسبي الحارة بهالحارة
ما في حدا. هذا اعتراف بالتقصير واعتراف بالنقص، وعم نرضى لأنفسنا النقص والتقصير وما عم نحاول نغير ونبدل. درسكم اليوم أنا أعتقد إذا تمسكنا به من البداية إلى النهاية يكفينا بقية الحياة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ساعة الموت لما تأتي لكل منا، هل لها مرد؟ ممكن؟ ممكن في خيمة بعد الخبة تحتها، ممكن نعمل بيت من حديد ما يسترجي حدا يفوت عليه. سيدنا عزرائيل ما يحسن يفوت. نحسن نعود بمكان ليس فيه هواء، شو رأيكم؟ حدا بيحسن يعيش بمكان منقطع عن الهواء؟ حدا بيحسن يعيش بمكان منقطع عن النور؟ من حيث يدخل النور ومن حيث يدخل الهواء يدخل الملك ويأخذ صاحبه سواء أراد أو لم يريد، سواء بالرضا أو بالعنف. قال أغنى رجل في العالم صندوق الحديد غرفة 4 أمتار ب4 أمتار والباب تبعها يبي بفوت لجوا ما عاد يحتاج يطلع. إذا أغلق الباب بده يخلي الباب مفتوح، فات تتناوع عن المصاري اللي عنده. فالهوى أغلق الباب. وبقي بالغرفة 4 أمتار ب4 أمتار ب4 أمتار علو السقف والأموال مكردسة. وما حكى لحدا أنه هو جاي على صندوق المال ومعمر عواض الحيط حيطين دائرة وفوقه في بناء هو ساكنه. فأيقن بالهلاك، جرح حاله وكتب على الجدار أغنى إنسان في العالم قتله ماله. أغنى إنسان في العالم قتله ماله. لذلك لا تنغروا بالمال،
ولا تنغروا بالجاه. أحد الصالحين زاروا شخص قال له: عمو أنت شو بتشتغل؟ قال له: أنا وزير. قال له: إذن لكان إذا اعتزناك نقرع بابك. بيكي غلط شيء؟ راح الزلمة من عنده، قعد يذكر الله، فوجد الباب مغلق. يا ربي شو سويت أنا؟ قال له: مال قلبك إلى الدنيا وكنت تظن أن الذي زارك هو يرعاك، ونسيت أننا نحن الذي نرعاك في الحياة وبعد الممات. أوكلناك إليه دخيلك. يا ربي والله ما لي حدا، ما لي سواك، ولا بحياتي لجأت إلى عبد لقضاء حاجة، لأنه بعد قضاء الحوائج هو، وهو يعطي بغيري منة ولا حساب. والعبد إذا أعطى يعطي بمنة وحساب. فمين منكم عبيد يرفعوا أصابعهم بالحارة يعطي بلا منة ولا حساب؟ هي صفات العبودية، لأن الله يعطي بلا منة ولا حساب. باب مفتوح على حبل ضراعك، يلي بدك اياه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني ما بيتهاون بتنفيذ الأوامر، ما بيعصروا. ثم ردوا إلى مولاهم الحق. بعد ما بيسحبوا الواحد بياخذوا جريدة الأعمال إلى الله عز وجل. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنا بدي أسأل سؤال لنفسي، كما أنه لنفسي إلكم، ترى لو أردت أن أحاسب نفسي على نعم الله التي أنعم بها علي، وأردت أن أحدد شكري له على نعمه، يا ترى شكري لله يعادل النعم التي أنعم الله بها علي؟ ما بعرف، شو رأيكم أنتم؟ من منكم على يقين بأن شكره على النعم يغطي النعم؟ يرفعنا أصبعته. ما في حدا؟ هذا بالحكي وقدام الناس، لكن عندما نخلو بالبيت انشغلت بالتليفون، احترقوا الرزات، تعوا الشبابيك، دنيا شتي، تعوا الشبابيك،
هلا بيجي ابوكم بشم ريحه الحريق، دعنا الشوربه طلعت فيها طعمه حريق، كبيناها بالمرحاض حتى الرجال ما شوفنا، وحطنا الطنجره وجليناها ورجعنا طبخنا شوربه جديده. فات الرجال لك شامم ريحه حريق، حطوا الخبزه على النار مشان ياكلوها مأمره. هي الكذبه يا ترى تسجلت علينا؟ كب نعم الله بالمرحاض تسجل علينا؟ الموضه كانت بعصرنا بنحط الصينيه الكبيره والاكل فيها كليتنا بناكل من طرف صينيه، كنا بايدينا بعدين صرنا بالمعالق. اليوم لازم كل واحد يسكب بصحنه لحاله، بيعبي الصحن بياكل ربعه واللي زادوا عم يروحوا على زبالي. أليس الله يرانا؟ ألسنا نضيع نعم الله؟ لو جعلنا فقراء لقمة الخبز لا نجدها كثير ولا قليل؟ كلا بل تكذبون بالدين. يا ربي ليش ما عم تعطينا؟ ليش عم يقطعوا عنا الكهرباء؟ ارجعوا لنفوسكم من جوا، شوفوا قطع الكهرباء بتستاهلوها ولا ما بتستاهلوها؟ تعيشوا في الظلام بدون كهرباء بنوب؟ ارجعوا لذاتكم، حاسبوا حالكم، حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أنتوا اليوم بشعبان مر عليكم رجب، من منكم أعطى رجب حقه؟ الذي أعطى رجب حقه، رجب شهر الله، وشعبان شهر النبي عليه الصلاة والسلام، ورمضان شهر الأمة. رجب شهر العبادة، من منكم برجب ارتفعت عبادته ولو ركعتين بال24 ساعة؟ رجب اجا وراح كانه ما عندنا خبر، نحن ما بنعرف شو هذا رجب. وشعبان اجا وجالس بيننا شعبان ونحن في شعبان، من منكم تغيرت اخلاقه؟ تغيرت اعماله؟ تغير ادباره عن الله باقبال على الله؟ مين؟ وغدا سيأتي رمضان، بس بنتشاطر وين رايحين على صلاة التراويح؟ تاخذ معك 4 5 اولاد بيأذوا الناس وبينعزوا وبيأذوا بيت الله، الرايحة على صلاة الترويح عندك فروض عدية؟ وما أكثر الناس الذين يعتنون بالنوافل أكثر من الفروض. في حدا بيناتكم بيعتني بالنوافل أكثر من الفروض؟ مرة بأحد الدروس حكيت هيك، البعض اعترض علي
قال مين بيقدم النوافل على الفروض؟ مو هون، هذا درس برا. فأنا طلعت غلطان، رفعت فيه رأي التسليم، أنا معترف بغلطي. إمام الجامع موجود، قلت له أستاذي أنا تسمح لي أسألك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له بصلاة الفجر قديش بيجتمع عندك؟ قال لي صف وأربع خمس زلم ورا. بصلاة الجمعة؟ قال لي يعني الجامع بياخذ كفايته. قلت له لو إجا عشر زلم بيسعوا؟ قال لي وعشرين بيسعوا. قلت له بصلاة العيد؟ قال لي والله الناس بيصلوا بالشارع. قلت له صلاة العيد السنة بيصلوا بالشارع من الازدحام، وصلاة فرض الصبح الصف ما بتكمل؟ هل يقدمون النافلة على الفريضة؟ فألقموا حجرا. ومنكم بتتهاون بالفريضة تركب بس بدها تصلي ترويح. فريضة بتأخر عن وقتها، وإذا ما صلتها ما صلتها، وإذا كان بالزمان حمام هلا ما لي حد يتغسل، مر علي أول يوم وثاني يوم ما تغسلت، الصلوات راحت، بعد يومين تغسلت أديت صلاتها، هذين كي راحوا؟ هذول فرض عليك قضاءهم. نحن الآن بشعبان، مين عليها دين من رمضان ترفع إصبعتها؟ والله ما عم نسترجي نرفع إصبعتنا، تفضحنا قدام الناس والعالم. عم بتخافوا من الناس والعالم؟ ما عم بتخافوا من رب الناس والعالم؟ يا معتني ناس ب15 شعبان بيجوز هلا نصوم ديناتنا؟ ما بحكي مع الناس انا باللغه التي يجب ان تكون. يضربك العمى عن السنه كلها ما عم تصوميهم هال7 ايام؟ انا ما شفت بحياتي حيوان لا يؤدي الصوم كما ينبغي. كل المخلوقات بتصوم، ولها صيامها بدءا من الخروف. متى لحاله معدته تكركبت ما بيحط بتمه شيء ليطيب. صيام، صيام كامل عن كل شيء. والعلم الحديث عم بيقول الصيام الكامل عن كل شيء إلا الماء يعالج 99% من الأمراض العضالة التي لا شفاء لها. يعني ليش بدنا نصوم 13 ساعة؟ يعني كثير، يعني بنفطر بنصومهم بالشتاء. الله بيقبل منك تفطريهم وتصوميهم بالشتاء؟ رمضان السنة جايكم بالشتاء كمان مو بالصيف، نهار عصيف والليل طويل. شكالي بعض الناس قال عم يملوا من النوم
قد ما الوقت طويل. ما بدأ، قوموا بالليل صلوا لكم كم ركعة، قرأوا لكم جزء قرآن. أنا بقلق بالليل، لكن يمكن إذا لقيت بالليل بمرضي بخمس أجزاء. ما عدا الصلوات، ما عدا الأذكار. ليش لنمل من الليل؟ في أحلى من الليل، الجلسة مع الحبيب ولو أحببنا ربنا لما كان ألذ إلينا من الجلسة معه في جوف الليل. ولو أحببنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما وجدنا في الليل ألذ من الصلاة على رسول الله. مين منكم عم يطبع؟ الشيخ عم تحكي كلام انت، هذا لك بيطلع لنا؟ ما بيطلع لنا، نحن بعاد كثير عن هذا الموضوع. ولقد وكل الله تعالى بالإنسان مع علمه به والعلم بأحواله ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظونه من أمر الله. ويكتبون أثره ليلا لئلا يكون للناس حجة، حجة يوم القيامة. يعني ما بنحسن بكرة نقول يا ربي والله هذا ما كنا نعرفه، عندكم ملائكة موكلين بكم ليلا ونهارا وعم بيعلموكم وبيعطوكم، وأنتم نيام بعيدين كل البعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. ملائكة عم تحرسكم بالليل وبالنهار. بحصة طارت بدها تجي بعينك، ما بعينك تغمضت وجيت هون. الله الحكيم، العين ضعيفة ما بتتحمل، حط لها عظمة من ورا من برا وعظمة من جوا وعظمة من فوقها وعظمة من تحتها. أليس هذا بحكمته وبعلمه؟ لأن العين ضعيفة ما تحمل، حط جوات العظم، ولو حطينا هيك ما بتنزعج العين لأن الجورة تبعها بتسعها. وحط لكم كاميرا بهالعين، إذا عمل هيك الواحد بالليل بيشوف الإبرة، وإذا ما شافها بلحمس عليها هيك بلاقيها. هو عليم وحكيم وخبير، لكن هل أنتم فكرتم بنعمه عليكم؟ وهل أديتم شكرها كما ينبغي؟ والله الله أنعم علينا الحمد لله. طيب وين الشكر؟ وكل نعمة بيضيعها الإنسان يأتيه العقاب والحساب عليها، وفي الدنيا قبل الآخرة، ولدار الآخرة أشد وأبقى. لما الآن بننسى بيشغلنا هوانا على ما نحن عليه، تجي بكرة العقاب والحساب والعذاب بطالع الخمير والفطير. هذا إذا ما في الدنيا إجا العقاب وطالع الخمير والفطير بالدنيا. وكل مصاب يصاب به الإنسان
يرجع به إلى الأصول فيرى نفسه بتقصيره مع الله عز وجل، بإعراضه عن الله عز وجل. إذا سألت أنا مين بيحب النبي؟ مو عواطف، حب حقيقي يتبعنا أصبعته. شايف ما عاد رفع أصبعته هون، ما بتحبوا النبي؟ يعني بيحب النبي يرفع أصبعته. إن شاء الله ما يطلع بينكم كذابين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنا بدي أحبه بدي ألده لما خالفه، بدي ألده بكل أعماله. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه يوم من الأيام فاتوا تهجده، يا ترى لو سألكم كلكم صلوا تهجد وقيام الليل لما تعملوا مثل الكلاب تسهروا ال 12 والوحده والتنتين بتناموا مثل البطايس وصلاة الفجر عم تفوتكم إلا ما رحم ربي؟ عم احكي غلط أنا؟ وعم تقبلوا على أنفسكم تكونوا مثل حكاية هدول اللي بيعوا بالليل وبيناموا عند الصبح؟ عم تقبلوا على حالكم؟ مرة حكيت مع رجال هالعبارة، قال لي شيخي انت شلون بتساوي؟ قلت له والله انا يمكن ما بعرف حالي، لكن منذ وعيت على الدنيا عمري 17 سنة لما تكامل الوعي حتى يومي هذا. سألوني كم مرة فاتك ركيعات قبل الفجر؟ يمكن لكم ولا يوم، ولو فاتني يوم لقضيته. ما عم بحكي لكم كلام لكم وأنا بعيد، لا، أنا قبل منكم بفضل الله وبرعاية الله وبعناية الله، أنا قبل منكم مطبق على نفسي، لكن أنتم حطوا حالكم بالميزان، أهواكم أكبر أو حكم لله أكبر؟ كل منكم يفكر اليوم السبت، الأحد، التنين، كلكم أموات، سيدنا عمر كاتب على الخاتم تبعه كفى بالموت واعظا يا عمر، فكروا بأن يكون الموت غدا، فإذا كان الموت بده يجيكم بهالجمعة حضر حالكم للقاء الله، واحسبوا انه جايكم بكره رمضان، كل شيء اعمال في الدنيا صفوها على ان يكون رمضان ما في ولا عمل الا الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. البعض منكم يتفرغ لله، اللي عنده دراسه، اللي عنده علم، دراسة العلم لله، أما اللي ما عنده شيء يفرغ حاله من أعمال الدنيا لله. كانوا الخياطات في زمانهم يخيطوا، تقول أنا قبل رمضان 15 يوم ما بستقبل ولا قطعة، لأن أنا برمضان بتفرغ للعبادة، ما ممكن خيط ولا قطعة برمضان. هيك كانوا الخياطات بزمانهم. اليوم في وحده تتخلى عن اي عمل برمضان
سواء في دخل أو ما في دخل، بتقول أنا بدي أتفرغ للرحمن في رمضان، مين منكم ناوي يسوي هيك؟ الله بكم عليم، الله بكم عليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم ما مضى، وأن يجعلنا في هذه الحياة كما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.